ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الجمعة 15 يوليو تموز 2022. اليوم ممكن يكون يوم مزعج جدا لكل مواليد الدلو، ممكن يكون فيه خسارة مالية هتتعرضوا ليها، ممكن ينشأ عندكم تنافر كبير جدا في الأسرة ما بينكم بسبب كل أقربائكم في اليوم ده، ممكن ده كله يعيق تفكيركم بشكل واضح، ممكن يكون بيؤدي لكل ده انخفاض في الشرف النهاردة في مكانتكم في الشغل. خليكم حذرين اكتر علشان تبقى دايما صحتكم في طبيعتها، وتقللوا من الاجهاد اللي ممكن يعتبر نفسي اللي بيبقى بتغلب عليكم بشكل واضح. ممكن تكون حياتكم العاطفية طبيعية جدا خلال اليوم ده، فبنصحك انك تضيء مصباحك النهاردة بشكل واضح علشان تشوف كل الحقيقة، ما تخليش الاجهاد العقلي ياخدك بأفضل طريقة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بتشكل الزهرة خماسية لبلوتو في اليوم ده، بنتصارع مع قضايا كتير فيها قوة، فيها سيطرة، فيها انعدام للأمان وللغيرة حتى. ممكن يكون في عننا إعادة لتقييم لعلاقاتنا الشخصية اللي بتعتبر وثيقة أكتر، في اتفاق، في ترفيه، في مسائل في حياتنا الاجتماعية كتيرة جدا. ممكن للمخاوف النهاردة انها تعطلنا عن اننا نتدفق في خلال أهدافنا، علشان كده ممكن تساعدنا ده علشان نعرف ازاي هتكون نقاطنا العمياء الشخصية مهمة أكتر. بيقضي القمر اليوم في برج الدلو، بيميل للرؤية كل الجوانب في الامر ده. ممكن نكون النهاردة اكتر استثمار في صداقاتنا واتصالاتنا واهدافنا والسعادة. هتجلب لينا النهاردة محاذاة القمر مع زحل نغمة جادة جدا ومسؤولة جدا وطموحة جدا لوقت لاحق في اليوم ده. عندك مواقف كتير بتطلب منك انك تحافظ على هدوءك اكتر وتشتغل بشكل افضل تحت التأثير ده، لاننا بنكون مش عارفين نمسك مشاعرنا بسهولة.